والله احنا بقالنا 3 ايام بنجهز، ومعانا طبعا قسم الشرطه والاجهزه التنفيذيه، وجهزنا كل المقرات بالتعليمات وبالاجراءات اللي مطلوبه، وتم بالفعل تسليم كافه اللجان القوات المسلحه من امس ليلا، والنهارده الصبح بدانا بدري للاشراف عشان لو في اي حاجات ناقصه، اي حاجات محتاجينها اللجان ندفع بيها على طول من خلال الجهات التنفيذيه. بس الحمد لله لغايه دلوقتي العمليه ماشيه كويس، ومفيش اي لجان اشتكت من اي حاجه ناقصه او تجهيزات مش موجوده.